دابا عائشة من الصدمة ديالها بهذا الكلام غادي تحبس دموعها وشافت باها وقالت يا أبي جاوب رسول الله. قال لها شنو غادي نقول لها بنتي؟ شافت فمها وقالت لها جاوبي رسول الله. قالت لها شنو غادي نجاوبه؟ شافت فيهم وقالت والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم في حلقة جديدة في السلسلة ديالنا مع الحبيب. مبقوا إلا حلقات قليلة وغادي تسالي هاد السلسلة حلقات لهم حاسمين، حلقات لضروري أنكم تسمعوهم لأنهم غادي يعرفوكم على بزاف ديال المصطلحات وبزاف ديال الأمور اللي كنتو كتجهلوها في حياتكم. قبل ما نبداو هذه الحلقه مجموعين ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود باش تشجعوني وتخليوا هذا المحتوى يطلع. خلينا ما نتعطش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. واحد القوم سميتو بني المصطلق كان الرئيس ديالهم هو الحارث بن ابي ضرار، غادي يتجمعوا الحرب رسول الله وتجمعات القبائل من حولهم كلهم باغين انهم يقاتلوا عليه الصلاه والسلام. في هذا الاثناء غادي يسيق الاخبار سيدنا رسول الله وجا اللي قال ليه بلي انه التجمع اللي دار بني المصطلق وبعض القبائل باش انهم يقتلوه. غادي يصيفط بريده الاسلمي باش يتاكد الحبيب عليه الصلاه والسلام من هذا الخبر، وجا خبر رسول الله بلي انه هذا الشيء فعلا راه بالصح والجيش هنا غادي يستعد لقتال الرسول وصحابه. غادي يوجد الحبيب الجيش ديالو وغادي يستعد باش انه يواجههم. غادي يخرج في هذه المعركة رأس النفاق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول ومعه أصحابه من المنافقين اللي غادي يدخلوا ما بين الصفوف. غادي توجه رسول الله البني المصطلق، غادي يواجههم كيف ما هم بغاو. لما سمعوا هذا الأمر شي وحدين غادي يهربوا وخلوا بني المصطلق باش أنهم يتواجهوا مع رسول الله. غيوصل رسول الله لواحد الماء اللي سميتو المريصع وعسكر تما وبقى كيتسنى هذاك الجيش اللي بغاو يقاتلوه. تخيلوا غير هما وصلوا تما غادي يتناقشوا الطرفان وغادي يبداو كيتشايروا بالنبال، اما المسلمين ما تقتل منهم حتى شي واحد الا رجل من الانصار اللي غادي يتقتل عن خطا من طرف مسلم. اما بنو المصطلق غادي يهربوا من جيش رسول الله، منهم اللي غيتقتل ومنهم اللي غيتهرس ومنهم اللي غادي يهربوا. كان ما بين السبي يعني العائلات ديال دوك الجنود المشركين بنت رئيس بني المصطلق بنت الحارث اللي سميتها جو غادي تأثر ولات من نصيب ثابت بن قيس وكان كاتبها حيث بغى يعتقها ويخلص على رسول الله وغادي يتزوجها وأصبحت أما للمؤمنين. من بعد ما تزوجها غادي يعتقوا كاع المسلمين، أي امرأة كانت عنده من بني مصطلق وكان زوج رسول الله منها خير وبركة على كل من أسير من السبايا من بني المصطلق. المنافقون في هذه الغزوة كان لهم واحد الدور اللي كان خطير، ولكن قبل ما نعرفوا الدور ديالهم اجوا نعرفوا هو الاول هذا عبد الله بن ابي سلول، هذا الرجل اللي كان كيتجهز باش يكون رئيس في المدينه، ولكن هذا الامر كان قبل ما يجي رسول الله ليها. حتى من الخزرج اللي كان غادي يتراسهم هو جا رسول الله وقادهم في ديك المدينه، وهاد خينا كبر الشر ديالو والحقد ديالو تجاه رسول الله وصحابه، ومع هذا كان كيتظاهر بالاسلام لدرجه انه كان تيجي في صلاه الجمعه وكيبدا كيدوي مع الناس قبل ما يدخل رسول الله وكيقول لهم ايها الناس هذا رسول الله بينكم عزكم به مولانا ونصروه وقروه. كل جمعه كان تيقول هذا الكلام ولكن قلبه كان فيه الحقد والكره لرسول الله، واللي غادي يبينه في بداية الدعوة في المدينة. كان تيمشي عند رسول الله وقت ما كان جالس فاش كان كيعلمهم الدين ديال مولانا، تيقول لا تؤذنا يا محمد بغبار حمارك، وإذا بغيتي تتكلم مع شي حد جلس في دارك، ومن أحب أنه يجي لعندك أما أنك تجي عندنا المجالس ديالنا وتأذينا. ويا منها رسول الله على الدعوة وكان تيحرض اليهود عليه، هذا خينا كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي. غادي يخرج رسول الله وفي المريسع غادي يختلف مهاجر وأنصاري، وقال هذا الأخير يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، وكانت غادي توقع ما بين هاد الزوج واحد المعركة. فإذا بعبد الله بن أبي غادي يستغل الفرصة وقال شوفوا شنو داروا، نفرونا في بلادنا وغلبونا فيها، والله ما مثلهم إلا كما قال أحدهم سمن كلبك يأكلك
وغادي يقسم والله لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز اللي هو زعما منها الأذل واللي هو رسول الله. ويقول صحابه اللي كانوا من حوله إذا حبستوا أنكم تعطوهم الأموال ديالكم غادي يخرجوا من الديار ديالكم، يعني ما تنفقوش عليهم باش يرجعوا في حالهم. فهاد اللحظة شكون غادي يسمع هاد الكلام القبيح؟ واحد الغلام اللي كان سميتو زيد بن الأطم اللي غادي يتضايق من كلام عبد الله بن أبي، غيمشي تيجري لعند عمه وغادي يقولها ليه، غيقول ليه داكشي اللي سمع. كيف ما هو مشى عمو عند رسول الله اللي كان معاه ابن الخطاب، غادي يخبر عم الغلام بهذا الكلام. وقال عمر يا رسول الله خليني نضرب عنقه. قال ليه لا، الناس غادي يقولوا ان محمدا تيقتل صحابه، غير خليه. غادي يجي أسيد بن حضير كيسول رسول الله على سبب الانصراف ديالو من المريسي. قال لي رسول الله واش سمعتوا شنو قال صاحبكم؟ شنو قال؟ قال تيقول كذا وكذا، غادي يخرجوا الأعز منها الأذل. قال بل أنت العزيز يا رسول الله وهو الذليل، وإن شئت خرجوا من بلاده. وخلى رسول الله. لما هاد راس النفاق عبد الله بن أبي سمع بلي أنا رسول الله عالم بمقالته غادي يمشي كيجري لعنده، وقال ليه بلغني أنه قيل عني كذا وكذا. قال لي رسول الله نعم. قال لي والله ما قلتها يا رسول الله، أنا نقول هذا الكلام أبدا. غادي يجي زيد وغيقول لعمو والله قالها. أما عبد الله بن أبي غادي ينكر هذه المقالة دياله كلها. فإذا برسول الله غينزل عليه مولانا سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون، غادي يعيط رسول الله على زيد وقال لقد صدقك الله يا زيد. أما ابن عبد الله بن أبي الولد نتاع هذا المنافق أو لراس النفاق كان واحد الرجل اللي هو صالح وحتى هو كان سميته عبد الله، غادي يوقف عند باب المدينة وقال لبا والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله وهو أحب إلي منك. في هذه الغزوة غادي يوقع واحد الأمر اللي هو خطير. كان رسول الله إذا بغى يسافر كان تقرع ما بين الزوجات ديالو اللي هما أمهات المؤمنين، اللي جات فيها القرعة غادي يخرجها معاه. في هذه الغزوة غادي يكون نصيب عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، غادي تركب الهودج ديالها وخرجت على البعير في القافلة. غادا في العودة ديالهم من ديك الغزوة غادي تنزل هاد القافلة واحد البلاصة باش أنهم يرتاحوا، والناس كانوا عيانين. غادي تنزل عائشة رضي الله عنها من الهودج ديالها وكانت مازال باقة صغيرة في السن وضعيفة في الجسم ديالها، غادي تخرج باش أنها تقضي الحاجة ديالها. وكانت رضي الله عنها إذا بغت تقضي أمورها كانت كتبعد بزاف باش ما يشوفها حتى شي حد. فذاك النهار كانت لابسة واحد العقد اللي سلفاتو ليها أختها أثناء قضاء الحاجة ديالها، غادي تجلى ليها وهي ترجع مرة أخرى واللي بعدت على القافلة باش أنها تقلب عليه. والناس ما كانوش عارفين بلي أنه عائشة خرجت وبعدت على الطريق، هزوا الهوداج حطوه على البعير وما كانوش عارفه انها ما كايناش لداخل فيه. مشات القافله وحتى حد الدابة ما عرف بلي انه عائشه راه ما كايناش لداخل. فهاد اللحظه غتلقى رضي الله عنها داك العقد ديالها ورجعت بلاصه القافله ولكن ما لقات حتى شي حد. فين رجل رسول الله؟ فين هما المجاهدون الصحابه؟ كل شيء مشى، بقات هي بوحدها. خافت عائشة أنها تتحرك من بلاصتها وبقات في نفس البلاصة ونعسات من شدة التعب. شوية غادي يدوز صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وكان تأخر على القافلة حيث كان عنده شي عذر، فإذا به غادي في طريق القافلة وغادي يلقى أنه سيدتنا عائشة راه نعسة. غير هو شافها عرف باللي أنها مرت سيدنا رسول الله، كيفاش نساتها القافلة هنا؟ لكن كان هذا الأمر لا يعلمه إلا الله وحده، ما عيط ليها ما دوى معها ما حتى شي حاجة، اكتفى فقط بإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. لما سمعت عائشة رضي الله عنها الصوت تخلعات وناضت وما هضرتش معاه ولو بكلمة، كحز لها البعير وركبت من فوق منه وشدوا الطريق. غادي يسرع في المشي حتى غادي يوصل للقافلة وما كانوش عارفين باللي أنهم راه نساو عائشة رضي الله عنها. لما شافوهم الناس من بعيد شكون هذه؟ عائشة؟ كيفاش بقات تما؟ حتى شي حد ما عرف لا كيفاش ولا علاش. غادي يمشيو يطلوا في الهودج ما لقاوهاش، شافها رسول الله. في هذه اللحظه غادي يستغل الفرصه عبد الله بن ابي راس النفاق، بغى يطعن رسول الله في العرض ديالو وقال والله ما سلم منها ولا سلمت منه. سمع هذه الكلمه المنافقون واستغلوا الفرصه ونشروا ما بين الناس هذه الجمله والله ما سلم منها ولا سلمت منه. غادي يتهموا سيدتنا عائشه ام المؤمنين زوجة حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله وهذاك الصحابي بكبيره من الكبائر. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عائشة ما عرفاش شنو كاين، مشات للهودج ديالها ورجعت للقافلة المدينة. رجعوا المسلمون والمنافقون غادي يبداو كيتكلموا او اللي يبداو الخدمة ديالهم،
انهم يدويو في العرض نتاع رسول الله، وهذه فرصه غادي يستغلوها في انهم ينشروا الاشاعه ما بين المسلمين. رسول الله وصلوا الخبر ولكن ما نزلش عليه الوحي وما برأش لدابة عائشة لأيام طوال، والكلام غادي وكيتزاد، وكان امتحان صعيب على رسول الله. لكن عائشة ما كانتش عارفة شنو واقع. لما رجعت هي من الغزوة رضي الله عنها غادي تجلس في دارها، مرضت وما قدرتش تخرج ولا حتى أنها تخلط بالناس. وهنايا لحكمة كان بغيها مولانا، كانوا بعض الصحابة اللي تنقلوا الكلام بحال مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. هاد الناس غادي يتكلموا بحال المنافقين. رسول الله تيسول صحابه أقرب الناس إليه شنو ندير، والوحيد تأخر عليه. سول علي شنو ندير، قال لي يا رسول الله ما تجعلش لنفسك ضيق وحرج. وقال لي سول الجارية ديالها راه غادي تقول لك الصدق. عيط لها وسولها واش عارفة شي حاجة على عائشة، قالت له لا والله يا رسول الله ما كنعرف عليها إلا الخير، إلا أنها كانت كتعجن العجين فتغلبها عيناها، يعني قمة الطهارة والبراءة. وهي كتعجن العجينة كيديها النعاس كتنعس بلاصتها، من غير هذا ما كتعرف حتى شي حاجة. سول أسامة قال لي فوالله ما علمنا عليها إلا خيرا، غادي نوض رسول الله في المسجد وجمع الناس وقال من يعذرني في رجل ما عملته إلا خيرا، زعما درت معها غير الخير وهو كيتكلم في الأهل ديالي. غادي ينقز أسيد بن حضير وغادي يقول يا رسول الله إن كان منا فأمر نصنع ما شئت، وإن كان من غيرنا فاضرب عنقه. سعد ناض وشدت النفس وقال يا أسيد كذبت، ما تقدرش تضرب عنقه حيتاش بن أبي من القبيلة ديالك. أسيد بن حضير ناض من جديد وقال له لقد نافقت، أنت منافق كتجادل على المنافقين. قال لي بل أنت المنافق، غادي تنوض الروينة وسط المسجد اللي كان ما بينهم رسول الله وهو يهدنهم وسكتهم. الأمر خطير، فهي زوجة رسول الله وأم المؤمنين. لما ولت بخير عائشة من المرض غادي تخرج مع أم مصطح ابن أثاثة اللي كانت قريبة لعائشة رضي الله عنها، وغادي تعثر هاد أم مصطح وقالت تعيسى مصطح. غادي تسمع عائشة وقالت لها ما تدعيش عليه لقد شهد كذا وكذا من الغزوات. قالت أم مصطح راكي ما عارفة شنو تيقول. وشنو تيقول عائشة لدابة مازال ما عارفة شنو القصة، وداز على أيام وأيام لدرجة الشهر كله المدينة نايضة فيها الروينة عليها، وهي رضي الله عنها مازال ما عارفاش الخبر. قال لها تيقول مصطح كذا وكذا، تصدمات أشنو ورسول الله ما يقول لي والو وأنا آخر من يعلم. رجعت كتبكي لدارها، ولما دخل رسول الله كتقول عائشة ما بقيتش كنشوف اللطف اللي كنت كنشوفه في رسول الله قديما، كنت شاكه. كتقول لما دخل عندي الحبيب استأذنته نمشي للدار نتاع ابي وعطاني الاذن، وجلست تما ليلتين ما كنعش وغير كنبكي على شنو سمعت على حالي، وحتى شي حد ما قدر يدافع عليا. من بعد زوج ليلات جاء رسول الله في دار باها وجلس حداها تيكلمها في هذا الامر، ولاول مره عائشه كتبكي ومعها الاب ديالها والام ديالها وما عارفين شنو يقولوا. غيتكلم رسول الله وغيقول يا عائشه اذا كنتي درتي هذا الذنب استغفر الله فإن الله يغفر الذنب، وإذا ما درتيش الذنب مولانا غادي ينصرك. فإذا بعائشة من الصدمة ديالها بهذا الكلام غادي تحبس دموعها، وشافت باها وقالت يا أبي جاوب رسول الله. قال لها شنو غادي نقول لها بنتي، شافت فمها وقالت لها جاوبي رسول الله. قالت لها شنو غادي نجاوبه، شافت فيهم وقالت والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوية رسول الله غيشدوا الحال، كيف تيشدوا ديما فاش كيجيه الوحي. أبو بكر وأم عائشة كيتسناو، عائشة خايفة ولكن كانت واثقة من نفسها. من بعد شهر على الاختبار غادي يبتسم رسول الله وقال أبشري يا عائشة مولانا برأك من فوق سبع سماوات. والآيات كتنزل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. رسول الله غادي يتلو هاد الآيات على الناس، والفرحة غترجع للمدينة، وبان الصادق وبان المنافق والكاذب. عبد الله بن أبي لتزعم هاد المؤامرة فله عذاب أليم. أم عائشة بالفرحة ديالها كتقول لعائشة من بعد براءة ديالها قومي فاحمدي رسول الله، قالت لها لا والله لا أحمد إلا الله. كتقول كنت عارفة بلي أنا مولانا غادي يبرئني، ولكن ما كنتش عارفة بلي أنه غادي ينزل فيه القرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. أبو أيوب الأنصاري كان من الناس اللي نجحوا في هذه الفتنة، ومرته كانت كتقول ليه يا أبا أيوب أترى ما يقول الناس في عائشة، قال لها واش كنتي توقعي هذا الأمر فيك، قالت له لا والله. قال لها عائشة خير منك، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة
ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. مولانا تيقول أي واحد تكلم في عائشة وبأي حاجة فالعقاب ديالو 80 جلدة، وفعلا غادي يتجلدوا جلد حسان ومسطح. أما المنافقون ما غاديش يتطبق عليهم هذا الأمر، طبيعي لأنهم أصلا هم غير طاهرين. اسمعوا هادي، أبو بكر كان ينفق على مسطح، ومن بعد ما قال في بنته ما قال غادي يقطع عليه النفقة. وهنا أنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ولكن العفو مرتبة عالية. لما سمع هاد الآيات أبو بكر الصديق قال بلي أنا بغيت مولانا أنه يغفر لي، وهو يرجع النفقة المسطح. وهكذا ابتلى مولانا أهل الإيمان وتبين كل واحد على الحقيقة ديالو. وهذه هي كانت حلقتنا الليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم ووصلت لكم بطريقة اللي هي مبسطة. أما سؤال حلقتنا يمكن غتكونوا عارفينه، شكون هو الاسم نتاع هاد المنافق اللي افترى على سيدتنا عائشة رضي الله عنها؟ كنتسنى الإجابة ديالكم تحت في التعليق. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.